يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يشفع للكافر بأن يتوسط له في أمر من أمور الدنيا؟ هل يجوز للمسلم أن يشفع للكافر بأن يتوسط له في أمر من أمور الدنيا لتسهيله له؟ حسب المصلحة، إذا كان فيه مصلحة ولا فيه مفسدة هذا من الإحسان، والله أمرنا بالإحسان، أمرنا بالإحسان مع البهائم ومع الآدميين ومع، فإذا كان الكافر محتاجاً ومضطراً ولا يترتب على الشفاعة له محذور، هي إعطائه طعام يأكله أو شراب يشربه أو ثوب يلبسه، هذا ما فيه محذور. أما تشفع له يصير موظف أو يصير مدير، هذا ما يجوز، ما يجوز أنك تشفع له يصير مدير أو يصير موظف أو يتولى أعمال المسلمين، ما يجوز هذا. نعم.